باتلفيلد 5 او في، من كثر الناس مركزين على شيء نسوا جوهر اللعبه اللي في الغالب حيكون حماسي. موجه الباتل رويال طلعت لنا مدربين بياخذون فلوس على موضوع الباتل رويال. انا عارف انك متحمس تبغى تعرف التفاصيل، لكن زي ما انتم شايفين معانا جيف اوي. خلونا نبدا. سلام، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم طيبين ومبسوطين. طبعا اليوم انا جدا متحمس رغم انه في اشياء كثير لازم تعرفوها صراحه في بدايه المقطع. اللي يبغى يسوي سكيب حتحصل عندك في الديسكريبشن من متى بدينا المقطع، ولو انه في اشياء مهمه حتفوتك من ضمنها الجيف اوي. قبل اقول لكم ايش شروط الجيف اوي وكيف تخش معانا في الجيف اوي والجيف اوي اصلا عن ايش، حاب اذكركم الحلقه الجديده من البودكاست مده تقريبا ساعتين فصفصنا فيها باتل فيلد فصفصه هي وديترويت اللي نزلنا لها بالمناسبه مراجعه عندنا في القناه. برضو كمان حتحصلوا البودكاست موجود عندكم في الايتونز، واللي حاب يشوف مراجعه ديترويت حتحصلوا عندكم الرابط في الديسكريبشن. اللي يبغى يشوف راينا في اللهجه المصريه، مع العلم اللي سوى لها تقييم ما كان متفائل باللهجه كثير. حاليا زي ما انتم شايفين الجيف اوي هذا بكل بساطه حيكون على لعبه نيا نو كوني، ان شاء الله نطقتها صح، دائما اسم هذا اللعبه الصراحه صعب. المهم اللعبه صراحه جميله، فكرتها عندنا اللي هو نسخه الكوليكتر اديشن زي ما انتم شايفين، لا فكيتها ولا حفكها غير الرابح فيكم هو اللي باذن واحد احد حيفك الهديه هذه اللي حتوصل. طبعا كل اللي عليك حاليا تتوجه على حسابنا في تويتر حتحصله قدامك، او تحصل رابط عندكم في الديسكريبشن، خش عليه سوي فولو حتحصل فيه تغريده للمسابقه، سوي عليها ريتويت وبكذا يكون دخلت السحب. وخليك متابع لانه في اي لحظه ممكن نعلن عن الفايز، وجرب سوي بحث عنه وشوف شكل الجيف اوي كيف، صراحه تحفه. يا ريت انه لو كان ليك حتحصله موجود هناك، بس يلا مبروك عليكم تستاهلون، هذا شيء قليل صراحه في حقكم. ونشكر شركه نامكو بنداي على دعمهم لنا بالجيف اوي. وحاليا وقبل لا نبدا ونخش في تفاصيل الفيديو اليوم، بس الاشتراك في القناه نشر المقطع اذا عجبكم، اللايك والديسلايك بيعبر رايكم في النهايه. خلونا نبدا. اول خبر معانا اليوم اللي هو لعبه باتل فيلد. انتوا عارفين كميه الديسلايكات والكلام اللي طلع لعبه باتل فيلد، اللي قهرني انا في الموضوع انه عندنا العرب رايحين مع الموجه، مو هم دارين ايش اللي ساير بالضبط، ولا هم عارفين يعني ليش الديسلايكات هذه الكثيره، لدرجه انه بعدوا كل البعد عن الميزات الجديده اللي حطوها دايس في لعبتهم باتل فيلد. رغم انه صراحه مجرد ما تفهمها حتتحمس وحتعرف ان الموضوع ما يتعدى موضوع بنت والوان واشياء بسيطه، يمكن الاجانب عندهم مشكله فيها، انا ما اشوف احنا لنا صلاح في الموضوع، ننتظر الجيم بلاي بس. اكيد اغلبكم ده حب يتساءل طيب ايش الميزات هذه الجديده اللي تكلمتوا انتوا عنها. زي ما قلت احنا نتكلم في البودكاست بشكل عميق، وحنعطيكم دحين بشكل ملخص سريع مع اخويا رامي. كما نعلم جميعا بان باتل فيلد 5 تحصلت على الكثير من المعلومات والتفاصيل الاسبوع المنصرم، واليكم ابرزها في شكل رؤوس اقلام. اولا فكرة باتل فيلد 5 مستلهمة من الحرب العالمية الثانية، ولكن لن يتم طرح اسلوب اللعب فيها على اساس انه محاكاة للواقع، فدايس اكدت بانها تريد ان تقدم شيء جديد ومختلف كليا على ما تعودنا ان نراه من باتل فيلد. ثانيا باتل فيلد 5 سوف تقدم طور لعب فردي يتمثل في سرد قصص الحرب العالمية الثانية من زوايا مختلفة، بالاضافة طبعا الى تواجد طور اللعب الجماعي او طور المالتي بلاير الذي سوف يقدم تجربة حرب جديدة كليا من كل الجوانب. هذا وسوف تجد اللعبة عودة تطور اللعب التعاوني بأربع شخصيات الذي سوف يطغى عليه طابع المنافسة والأكشن. ثالثا اللعبة سوف تتحصل على محتويات إضافية مجانية في شكل مواسم دورية، وهذا يعني أنه لا وجود لنسخة البريميوم مطلقا، أو بصورة أخرى لن تدفع فلس واحد إضافي بعد شرائك للعبة باتل فيلد 5، إلا طبعا إذا أردت أن تشتري بعض الأغراض التجميلية مباشرة لتزيينها على شخصيتك وسلاحك ومركبتك فقط بالمال الحقيقي. وكل هذه الأغراض التجميلية أو الأغراض القابلة للشراء لن تؤثر على الجيم بلاي. رابعا باتل فيلد 5 ستقدم تغييرات جذرية على مستوى اللعب، سواء من خلال تقديم آليات وميكانيكات لعب فريدة من نوعها، من أبرزها نظام التحصين والتفاعل الفيزيائي مع المحيط، بالإضافة إلى نظام تقدم غني بالمكافئات والجوائز الذي بلا ريب سوف يبقي اللعب منشغلا باللعبة لمئات الساعات. خامسا وأخيرا باتل فيلد 5 سوف تصدر في 19 أكتوبر القادم بشكل رسمي على كافة الأجهزة حول العالم، مع توفر نسختين من اللعبة، ومن سيقوم بحجز النسخة الفاخرة أو ديلاكس إديشن سوف يتمكن من تجربة باتل فيلد 5 في 16 أكتوبر، بينما أي شخص مشترك في خدمة الـ A Access على الإكس بوكس 1 أو الـ Origin Access على البي سي سوف يكون قادرا على تجربة اللعبة لفترة محدودة يوم 11 أكتوبر القادم.
والآن أعيد الكلمة للأخ أحمد. شكرا لك أخوي رام، أتوقع كذا واضح الصورة لكم بشكل جدا كبير لعبة باتل فيلد. خلينا نروح الخبر اللي بعده. يا الله اللعبة هذه يعني فيها ذكريات مو طبيعية. خلينا أوريكم أشهر لقطة انشهرت على أيام البلايستيشن 1. أيام جدا جميلة. شوفكم مع اللقطة. Why'd he bite me? Resident Evil 2 من الألعاب اللي كثير من جمهور ألعاب الرعب بشكل عام متحمسين لها. الوحدة تعتبر أيقونة في عالم الألعاب أو عالم ألعاب الرعب بالتحديد. لعبة كمية الرعب اللي فيها وصعوبة الألغاز اللي فيها كنا نتغنى فيها على ذيك الأيام، مين اللي ختمها أكثر ومين اللي قدر يطلع شخصيات سرية ومين ومين وشيء جدا كثير لا نعرف أونلاين ولا الكلام هذا كله. كان المبدع فينا اللي ختم اللعبة أكثر من 3-4 مرات عشان يطلع أشياء جديدة. الخبر الجميل إنه في كلام كثير من فترة طويلة تكلمنا عنها أكثر من مرة إنه الظاهر فيه ريميك للعبة. آخر التسريبات بتقول إن اللعبة حتدعم 60 إطار في الثانية مع 1080 بكسل، وطبعاً حتنزل على أجهزة الجيل الجديد اللي هو البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 زي ما أنتم عارفين، ممكن البي سي. لكن اللي صراحة جذبني أكثر شيء في الموضوع إنه غير إنه حيكون الجرافيك متحسن ومطورين ومحسنين من ناحية المشاهد البصرية بشكل عام، لأنه أهم شيء أو أهم معلومة خلينا أقول، ممكن ما أعرف إذا كانت يعني حتكون خطوة جريئة زي ما سووا جادو او ريزيدنت خلينا نقول ايفل من بعد الجزء تقريبا الثالث حق النمسيس، انه حتصير الكاميرا ما فوق الكتف اليمين اللي بدوا فيها طبعا سلسله ريزيدنت ايفل تقريبا من الجزء الرابع اذا ما خانتني الذاكره، اتوقع من الجزء الرابع. فاتخيل الجزء الثاني حنلعب بنفس الطريقه، وفي المهم يعني في شغل معين حيصير، حيكون الموضوع جدا ظابط بحيث انه يحافظوا على جو ورعب اللعبه، لانه ممكن بعضكم يقول لا الزاويه كانت هي اللي مديتنا رعب. ف صراحة متحمس إذا فعلا كانت هذه الميزات اللي حنشوفها والتغييرات الجذرية اللي حتصير للجزء، يعتبر صراحة شيء جدا خرافي وجدا متحمس إن أشوف Resident Evil بشكل جدا جديد. وبعض الكلام طلع إنه حنشوفه ممكن في معرض E3. معلومة جدا مهمة قبل أن نروح للأخبار السريعة، اللعبة إن شاء الله حتدعم، أو في كلام طلع كمان من نفس المسرب إنه حتدعم 4K وحتكون أول لعبة حنلاحظها من استوديوهات كابكوم يعني بالشكل اللي حنشوفه، لانه حتكون يمكن افضل لعبه تقدمها كابكوم ك4K. نبدا بالاخبار السريعه. وورلد وار زد او زي اللي ماخوذ او مقتبس من نفس الفيلم اللي كان بطله براد بيت. طبعا فكره اللعبه بكل بساطه عن الزومبي وانتشار الزومبي، لكن المميز في اللعبه كميه الزومبي اللي قاعدين يهاجموك شيء مو طبيعي. متذكرنا برضو بلعبه دايز جون كلهم على نفس النمط تقريبا. لكن اللعبه في التريلر انتم شايفينه قدامكم بيتكلم عن انه كيف الفيروس انتشر، وبيوريكم بعد كده البيئات المتنوعه ما بين الثلجي البارد والصحراوي القاحط. طبعا التاكيد انه اللعبه حتكون متواجده في معرض E3، ونقول ان شاء الله وقتها حناخذ موعد صدور معين اللعبة. حصرية جهاز البلاي ستيشن 4 Ghost of Tsushima. طبعا اللعبة هذه شفناها احنا في معرض E3 اللي فات وما اخذنا تفاصيل عنها كثير، غير انه نعرف انه اللعبة مقدمة من استديوهات سوكر بانش اللي قدمنا قبل كذا لعبة انفيموس. طبعا شوقونا بالصورة اللي حتشوفونها قدامكم للسيف كاتانا، صراحة جدا متحمس لانه زي ما قلنا اول E3 حيركزوا على الألعاب اللي ما نعرف عنها معلومات كثير، ومن ضمنها لعبة Ghost of Tsushima. كل ما اقترب موعد E3 حنلاحظ كثير من الشركات تبدأ تشوقنا لمؤتمراتها، وهذه المرة مع يوبيسوفت وبعض من الألعاب اللي شفناها في الفيديو التشويقي لمؤتمرهم في معرض E3، زي مثلا عندها لعبة Division 2 Beyond Good and Evils وألعاب ثانية. لكن الغريب في الموضوع أنه كانهم قاعدين يلمحوا على لعبة Watch Dogs 3، لما انا ماني داري، بس تاجيرهم لعبه سكورن بونز ممكن يكون نشوف اللعبه في معرض E3 الجايه، وحتى ممكن تكون لعبه سبلنتر سيل. ولازلنا مع يوبيسوفت وهذه المره مع لعبه فار كراي 5 واضافتهم الجديده المسماه بساعات الظلام او دارك اورز. فكره الاضافه بكل بساطه حتكون في فيتنام،
وهذه المرة مع أحد الجنود اللي بيحاول فيها ينقذ زملائه المساجين من الوحشية اللي قاعدة تصير قدامه زي ما انتم شايفين في التريلر قدامه. طبعا اللعبة عبارة عن سورفايفر، حتكون أول إضافة حتكون عبارة عن سورفايفر، حيعطيك طبعا أشياء محدودة جدا وصعوبة وتحديات جديدة، وعندنا برضو طور الأكشن موف. على العموم اللي بالتفاصيل كاملة عن اللعبة هيحصلها موجودة عندنا في موقعنا vga4a.com. طبعا الواجب ذكرنا اللعبة متوفرة من يوم 24 مايو، فاللي جربها يعني تكتبنا تحت في قسم التعليقات. الممثل المعروف مات ميكلسن أحد الشخصيات في لعبة Death Stranding أعطانا التصريح التالي عن كوجيما ولعبته. بكل بساطة بيشوف أن اللعبة نقية جدا، جميلة، معقدة في نفس الوقت، وعلى قد ما فهمها على قد ما أنه كل مرة بيشرح له إياه كوجيما بيحس أنه فعلا مو فاهم شيء، وبيقول أنه ما عمره شاف مشروع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. الغريب في الموضوع أنه كوجيما فوق هذا كله مو عاجب الموضوع لسه عن موضوع اللعبة، رغم أنه ما شاف إلا شيء قليل منه. صراحة كلام جدا كبير، وفي نفس الوقت في كلام يعني ما أدري يمكن يحبط البعض أو يأخذه بطريقة غريبة، أنه اللعبة حيكون فيها عناصر من السوشيال ميديا. يمكن هذا الشيء اللي احنا شفناه في أكثر من مرة، وعلى العموم احنا حللنا قبل كده التريلرات وتكلمنا في هذا الموضوع، فما حد عارف هل معناته حيتحالفوا اللاعبين مع بعض، هل حيكون فيها كوأب مثلا أو تعاون، ما حد داري، أو ممكن ما يكون في سنجل بلاير. على العموم معرض يثري قريب جدا على الأبواب. Shadow of the Tomb Raider بيقولوا انها تكون الأصعب في تاريخ السلسلة كاملة، وخاصة من البداية حتقابل لغز حتفحط عنده. صراحة ما أعرف يعني كلام المخرج دانيال اتشير يعني صراحة بيحمس الواحد، رغم أن أنا ماني من محبين سلسلة توم برايدر، بس أتوقع هذا السلسلة أو هذا الجزء بالتحديد حلعبه عشان بشوف الصعوبة في الألغاز فيه. لعبة سينكينج سيتي بتلعب بمحقق في مدينة لندن في عام 1920. طبعا الجرائم اللي قاعد تصير عبارة عن اغتصاب للنساء وقتلهم بطريقة وحشية، واللي بيصير معاك انك بتقابل ناس اشكالهم جدا غريبة زي ما انتم ملاحظين في التريلر. صراحة انا حيرتني لقطة النهاية اللي فيها يد غريبة جدا بتسحبك فجأة كذا، يعني صراحة اللقطة جدا غريبة ويمكن حتشوفوها قدامكم. على العموم اللعبة حنشوف تفاصيل كثير عنها ان شاء الله في معرض E3. صراحة ما اعرف معرض E3، كل الالعاب متوعدين في معرض E3. الواجب ذكر ان اللعبة حتتوفر على جميع المنصات يعني اكس بوكس بلاي ستيشن والبي سي. خبرين كذا سريعة بس الاستوديوهات روك ستار. أول شيء في تقرير بسيط نزلناه عن رجل غريب صراحة للعب لعبة ريدد، يمكن حيكون عارفه، اللي هو ذا سترينجر أو سترينجر. المهم إنه شخص جدا صراحة يعني ما أعرف صح الله، بس بعض الناس كانوا شايفينه في اللعبة ممكن كأنه ملاك موت أو حاجة زي كذا، فبسبب إنه قاعد يعطي رسائل وتلميحات على نهاية جون مورسون الشنيعة صراحة. فما ليش إذا حرقنا على أحد، بس اللعبة خلاص يعني إحنا على أبواب على الجزء الجديد. على العموم المقالة موجودة عندكم ضروري تشوفوها، لأنه صراحة واحد من الأشياء اللي بتعلقني دائما في استوديوهات روكستار وتحببني فيهم لو موضوع الإستر إكس والألغاز، وبعضكم حيجي ببالي ذحين لعبة جراند ثيف أوتو. عندي خبر ثاني عن جراند ثيف أوتو، ممكن في فيديو مستقبلا نتكلم عن موضوع الألغاز وليش أنا سحبت عليها، وفعليا أنا ما سحبت وسحبت ما ادري. المهم ما عليه، نروح للخبر اللي بعده. اليوم غردوا بصوره صراحه حتشوفونها قدامكم، للامانه واضح الرسم اللي على الصوره بيذكرنا بالنايت كلوب اللي اسمه بهامس مامس، ان شاء الله نطقته صح. النايت كلوب هذا للامانه ما شفنا منه اي فائده تذكر، غير انه لما تنتهي من مهام الهايست بيجيبوك بعد كذا انك فرحان ويعني مبسوطين وبتسوون زي البارت البسيط داخل المكان، رغم انه التكشر او التفاصيل اللي موجوده داخل النايت كلوب جدا عاليه، وتحس انه المشهد ده يعني حرام بس عشان ده الشيء. عموما الاشاعات في الفتره الاخيره بتتكلم على انه الاضافه الجايه حتكون انه شغل نوادي ليليه، وتعرفون الاشياء هذه حيكون لك علاقه فيها بحيث انك حيكون لك بزنس. ما ندري كيف حتكون الاليه يعني كيف حيخلوك تتحكم، صراحه ما ودي انه يكون روح ودي غرض وجيب غرض وبعد كذا يهاجمون عليك اللاعبين، ودي يكون شيء يذكرني بلعبه جي تي اي اي في عندنا بالتحديد، اعتقد اضافه
جيتون إذا ما خاب ظني كانت جدا جميلة، لأنه كانت تشتغل زي السكوريتي في النادي الليل وتزبط الناس وتمسك. فأتمنى أنه حاجة تكون زي كذا بعيد عن الشيء اللي تعودنا عليه. العموم هم ما قالوا أنه حينزلوها الإضافة، بس هم لما حب الصورة هذه أنه في موسيقى وأغاني جديدة حيضيفوها في الصيفية، وكثير من الكلام طالع الحين بين المجتمع وخاصة من المصدر القويان أنه الإضافة الجاية حتكون إضافة النوادي الليلية. فصراحة مليان اللعبة محلات وخاصة النوادي الليلية، فمسألة وقت وحيبان كل شيء في الصيفية. واضح أن روكستان ناوية شر قبل لا تنزل لعبة ردد، بعد ما تنزل بعدين ردد. جماعة فورتنايت صراحة ما أعرف اللعبة هذه سوت رزق وجابت فلوس لناس كثيرين، حتى اللي ما له صلاح في فورتنايت صار يحب فورتنايت عشان قاعد يترزق من وراء اللعبة. صراحة شيء جدا جميل وخرافي. على العموم خبرنا اليوم بيقول انه في حركة الحين طالعة جديدة، انه في مدربين سايرين لعبة فورتنايت، فتقدر تخش معاه ويدفعك تقريبا على ساعة 20 يورو، ما ادري كم حسبوا لي تحت، ممكن ما اعرف يمكن حدود ال 60 ريال ولا 70 ريال او 100، ماني فاكر الامانة. احسبوها قولوا لي هل انتم تتوقعون انكم من النوع اللي ممكن تدفعون مع واحد شخص محترف تديله فلوس عشان يقعد معاك ساعة يعلمك الباتل رويال وكيف يحميك ويزبطك المهم في الجيم ويخليك تفوز؟ هل انت متوقع او تحس انك من النوع اللي تدفع؟ لانه ما شاء الله جماعة فورتنايت على قد ما انهم صغار في السن على قد انه ما شاء الله دفيعة طلعوا، فهنيئا لكم. وزمان يقول لك ما ادفع الا 10 ريال تقريبا، يعني هذا حقها لعبة جراند ثيف اوتو عشان اخذ لي ايدي خماسي ورباعي وسداسي. روح اللي بعده عشان تهدوم بس يا جماعة فورتنايت. عندنا لعبة H1Z1 حاليا بعد ما توفرت بشكل مجاني وهي كبيتا حطمت أرقام جدا كبيرة. اللعبة تقريبا يعني حسب ما فهمت أمس حتى مع الشباب قاعدين نتكلم إنه وصلت حدود 4 مليون تحميل في الستور، تخيلوا. وكمية الناس اللي قاعدة تلعب اللعبة لدرجة سيرفراتها فلسعت، يعني شيء عطى الأمل للاستديوهات المسؤولة عن لعبة H1Z1. للأمانة لعبتهم ترى مرة 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 قديمة اللعبة، يعني ما أعرف يمكن 2014 اتوقع اذا ما خاب ظني، شفناها في بلاي ستيشن اكسبيرينس اذا ما خانتني الذاكره. هنيئا لكم بلعبه H1Z1، وهذا دليل بسيط انه النجاح مو بس عشان لعبه فورتنايت، قد ما انه نجاح عشانها ببلاش وعشانها على البلاي ستيشن. تتكلم عن 80 مليون جهاز مباع حول العالم. فنصيحه لاي شخص مطور العاب على البي سي، يعني جمهور البي سي ضعيف، فاذا طفرت حول لعبتك مجانيه ونزلها على البلاي ستيشن وحتمشي امورك. وسيبك من الناس اللي يقولوا لك سلاسه وجرافيك، ففي النهايه حيلعبون. يبالي افكر انا مع الشباب نفك ان شاء الله كذا لعبه ونحط فيها كمان ملابس كذا، بارني والجماعه دي ممكن تجيب لنا، وتيلي تبيز وعلى قولتهم ممكن طلع فلوس من وراء الموضوع ده. فيعطيكم العافيه على المتابعه اللي كان عندي في هذا المقطع، لا تنسوا اللايك الاشتراك والهم من هذا كله النشر. سلام. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life, I know.